Aujourd'hui, l'hôpital Notre-Dame du Secours, en collaboration avec My School Pulse, inaugure sa première exposition artistique de peinture créée par les enfants en traitement en pédiatrie à l'hôpital Notre-Dame du Secours lors de sessions de thérapie par l'art, suivie avec la thérapeute artiste demoiselle Soraya Obed. اخوتي الاحبه اذا بنقعد بنتامل شوي بحياتنا الشخصيه رح نستنتج انه كل شخص منا عنده الم اي انه لا حياه من دون الم لازم نعرف نتغلب عليه ونعرف كيف نشرك المنا بالام يسوع الخلاصيه حتى تتحول من الام مميته الى الام محيه نعم الالم بينضج ونحن بهالمستشفى عم نحاول نكون حظ من الناحيه الروحيه من الناحية الطبية ومن الناحية الثقافية والشغلة اللي كتير مهمة هي اللي عم تقوم الشغل اللي عم بقوم فيه حاليا My School Pulse عم بتخليهم يكونوا حظهم من الناحية الثقافية والعلمية حتى ما يضيع عليهم شيء بالحياة كنا مدعوين حتى نكون نعطي دعم لهالأطفال بعض الأحيان بكفي أنه نصلي لهم ونطلب من ربنا يكون حظهم وعطول بكل عيد وبكل مناسبة نتذكر أنه في أشخاص بالحياة عم بيتألموا ونحن لازم نكون حظهم ونكون متذكرينهم.